مقدم طيب تعال ايش اللي جو التقديم يا اخي دقيقه خليك زي ما انت بس ترى ما اقدم الفقره عنك اي انا بيحطوني مقدم من الاسبوع الجاي تفضل اجلس تفضل امسك جيب عنا جيبه انا لا والله هات اوكي امسك مخرج عطوا الكاميرا بس لا تشوف الكاميرا تمام طيب لا ماني ترى عادي طيب الان بدات الفقره تعال حلق انت بدات الفقره وكون اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في فقره المنيو معنا اليوم الشيف ساير النهار والاخ القمر معنا الفريقين الفريق الاول تركي المطيري وسلطان الواهبي مقابل لهم مخلد الغامدي ونواف عقاب اليوم ان شاء الله في جنت الاربع واربعين عندنا طبخة لا يعلى عليها ايش تقاني طبعا الطبخة من عند سايرة انا مالي دخل انا رز انا مالي دخل طبخة ملوخية مع اضافة الرز عليها فان شاء الله تستمتعون واليوم جاهزين لكم مفاجأة حبايبنا وجمهورنا 10 اتصالات وكل اتصال 50 نقطة مبسوطين هل سويته سوينا ملوخية يلا اشتغل زين لا اخمك بالملعقة الحين تعرف ليش انا اسمع جاي معك انا ليش خليته تجي تمام ممكن بعض الاحيان الفقرات تظلم المقدمين وتخدم المنشدين والشعراء ولكن هذه الفقرة اعتبرها لك واي وقت تقدر تضبط يا عمري انت موفق يا حبيبي الله يسعدك يا رب سوينا مرض الشباب اليوم روح عند طبخك ايش تبغى عندنا نواف